اثنين، العسل في أمراض الجهاز العصبي. اعتبر الرومان واليونان القدامى العسل كمادة مهدئة، ووصفة ابن سينا بكميات قليلة في علات الأنق، بينما اعتبره بكميات كبيرة منشطا ومنبها بالجملة العصبية. وفي الطب الحديث تعطي المحاليل السكرية المفرطة لتوتر التوتر نتائج ممتازة في العديد من الآفات العصبية. الاستشفاء بالعسل في الأمراض النسائية. العسل في إيقاع الحمل المعاند، إن معظم الحوامل يشتكين في أشهر الحمل الأولى من بعض الإيقاع اللي هو الترجيع، وهي تشكل جزءا من مجموعة أعراض معتادة في الحامل، يعني عندهم يعني عند النساء عامة، يعني عند الحوامل زي الوحمة والحاجات دي. إلا أن هذه الأقياء الوقيء قد تكون شديدة ومعنجة وتؤثر تأثيرا سيئا على الحالة العامة للحامل، وهي حالات تستوجب معالجة طبية. ومن الثابت علميا أن حقن الحوامل بمصل السكري يحتوي مزيجا من سكر عنب وسكر الفواكه يعطي نتائج ممتازة في معالجة إقياء الحامل أهو، وأيضا في الولادة بلا ألم. أعلن برونو بيتسي على حصوله على ولادة بلا ألم، ده رجل هو مش مسلم، ده نصراني، أكبر أطباء، بلا ألم بواسطة الحقن الوريدية العسلية. عسل بيحقنه أهو بنسبة 40%، ويعلل بأن العسل يساعد الألياف الرحمية على قيامها بالتقلصات اللازمة بسهولة. العسل وأمراض الأوردة، أكد الدكتور به أخوتوفسكي، حتى اسمهم كده، 1977 نجاح معالجة لدوال الساقين والتهابات الوريد الخثرية بواسطة مادات العسلية. خلاص لو قعدت اجيب لك هنا اقوال الاطباء كتير جدا، اهميه العسل الوقاية من الاذيات الاشعاعيه دي، بس عايز اقول يتعرض المرضى المعالجون بالاشعاع المجهول والعاملون فيها الى عوارض مزعجه من فقر دم ونقص في الكريات البيض وصداع وقيء والتهاب جلد وغيرها، تشكل بمجموعه ما يسمى الدواء الداء الاشعاعي، يعني المرض الاشعاعي. وقد عالج فرانكا هذه الحالات بحقن محلول العسل الوريدي من 20 ل 40% الى اخره.